حياكم الله. بعد خسارة أزاد، ما هي الحلول؟ حلقتنا اليوم مخصصة لمناقشة موقف المنتخب الوطني في المجموعة ما بعد خسارة الفريق في موقعة أزاد أمام المنتخب الإيراني. ما هي الحلول المطروحة على طاولة الاتحاد لتصحيح مسار المنتخب في قادم البطولات؟ ومن يساهم في تصحيح المسار بعد أن بات المنتخب خارج حسابات مونديال قطر بنسبة كبيرة؟ هل تعامل الجانب الإيراني مع منتخبنا خارج سياقات كوفيد؟ وأين الجهود الإدارية للحد من الإبعادات التي طالت 8 لاعبين من منتخبنا؟ وفنياً، هل كنا مقنعين؟ وما هي درجة التقييم لأداء المدرب بيتروفيتش؟ هذه التفاصيل وأخرى سنناقشها مع ضيفنا لهذا اليوم، صدى الرياضة انطلق. أهلا بكم معنا. متواصلون مع محور حلقتنا المكرس عن منتخبنا الكروي وموقفه في المجموعة ما بعد خسارة الفريق مؤخرا أمام المنتخب الإيراني بالتصفيات، وبالوقوف على مجريات هذه المواجهة فنيا، هل كان مستوانا مقنعا؟ ما هي الحلول لتصحيح مسار المنتخب مستقبلا؟ ويا ترى هل البطاقة الثالثة من المجموعة الأولى باتت هي الهدف والطموح؟ أسئلة وتفاصيل أخرى سنتعرف عليها في سياق التقرير التالي، خليكم ويانا. رغم الغيابات، مواجهة بين المنتخبين. لم تكن مباراة طبيعية، في كل فصولها حرب إعلامية، بدءا من أخذ العينات لندخل في متاهة المسحات. فأول الأسلحة الانتظار في غرف الترقب، من سيكون من الحاضرين وأي منهم من الغائبين، ليكون كوفيد السلاح الذي أقصى 8 لاعبين دون أعراض أو أنين. وتلاعبوا بنا، سيغيب آزموند وحاج صافي، وتأخر التحاق طارمي، لنتفاجأ بمهدي المرعب ليكون في قائمة الفريق ضاربا بعرض الحائط ذلك البروتوكول وسط صمت آسيوي واعتراض خجول. نفخ الأسترالي بصفارته ودارت المستديرة، ورغم تلك الغيابات أحلامنا تبقى كبيرة. تناقلنا الكرة ل20 دقيقة، كنا الأفضل في الاحتفاظ قبل أن تتعرض أحلامنا للإجهاض. تعثر أحمد إبراهيم ليكشف عن أسلوبنا العقيم لتصل إلى المار الطارمي الذي لم يكذب الخبر في هز الشباك، ولم تنفع محاولات فهد الذي ذاد بشجاعة عن مرماه، لكنه دفع ثمن خطأ فردي وسوء تمركز إبراهيم التي مكنت منتخب إيران من التسجيل بينما غاب لاعبونا، فلم يفلح الأساس ولم ينجح البديل. بيتروفيتش المدرب الذي يعي أن الخسارة ستكلفه الكثير وربما نهاية مشواره، لجأ للتغييرات علها تعوض تلك العثرات، فزج بالحمادي وجعاز وعباس وقوقية وإقبال، لكن شباك المنتخب الإيراني كانت صعبة المنال، حتى تلك التمريرة الحريرية التي أهداها قوقية لأيمن فلم يحسن استثمارها ليتصدى لها الحارس زادة، وتنتهي المباراة وخيبة أمل ووجع دون هوادة. بيتروفيتش الذي أخفق في الاختبار لم ينفعه التبرير وخلق الأعذار، فبعد خسارة إيران بات يهمنا بالفوز على لبنان، فلم ينفعنا بعد الآن إعادة النظر في التخطيط والعمل الجاد، فبطاقة المونديال لن تأتي بالمجان. نحن مع محور هذا اليوم عن واقع حال منتخبنا وما آلت إليه نتائج مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، لا سيما بعد خسارته الأخيرة وطبعا أمام المنتخب الإيراني. للحديث أكثر ينضم معنا عبر ديسكايب من بغداد الكابتن عادل نعمة، المدير الفني لنادي الحدود. أهلا بك كابتن، سعداء بتواجدك معنا. أهلا وسهلا سعد بلال، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأني بصراحة أسعد بلقائك سعد بلال حبيبي.
طمني عنك، حالتك، صحتك، وضعك إن شاء الله بخير. الحمد لله سعد بلال، حاليا مع نادي الحدود. تعرف نادي الحدود واحد من الأندية اللي صار له يعني فترة 10 مواسم تقريبا الدوري الممتاز، لكن للأسف هذا الموسم هبط الدوري الدرجة الأولى. إن شاء الله بتعاون التكاتف الجميع، إدارة، مدربين، لاعبين، طموحنا هو إن شاء الله العودة مجددا للدوري الممتاز، وإحنا حاليا الحمد لله وشكر مصدرين للدوري إن شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق كابتن. ربي يوفقك حبيبي. بالبداية يعني سنتكلم عن الظروف التي سبقت مواجهتنا أمام إيران، بعد ذلك سنتطرق على الجوانب الفنية. سأبدأ من عاصفة الإبعادات التي طالت 8 لاعبين من منتخبنا، طبعا تعرف بسبب اختبار كوفيد. هل تعتقد أن الموضوع هو مبيت؟ يعني أعتقد ما كانت يعني المنافسة شريفة بكل ما تعني الكلمة، لأنه تسليم الأمور يعني السبب الخلل الرئيسي للاتحاد الآسيوي، أنه تسليم الأمور بيد البلد أو الاتحاد المنظم، أعتقد هذا خطأ كبير وقع به الاتحاد الآسيوي. يجب أن يكون هناك لجنة محايدة يعني من الاتحاد الآسيوي هي اللي تشرف على إجراء البي سي آر، وبالتالي حتى الكل يضمن حقه، لأنه ما أعتقد كانت منافسة عادلة. لأنه عادي يعني مثل ما تعرف ومثل ما تعرضت الأخبار، الحد الساعة يعني 12:30 بالليل بليلة المباراة، وإحنا اللاعبين ما يعرفون شنو وضعهم، منو راح يشارك ومنو ما يشارك يعني. وهاي أعتقد يعني هذا ضغط نفسي كبير على اللاعبين، سلط بشكل كبير على كل على بعثة الوفد بأكمله. وبالتالي هذا يعني أولا هذا يعني الجانب النفسي حاربونا به، بالإضافة يعني أنه الجانب الآخر المنتخب الإيراني احنا نعرف الحد الفجر هو يعني أحد أبرز اللاعبين مهدي طارمي ما وصل زين يعني فقط يعني تطبق علينا التعليمات واللوائح، وهو هذا بروتوكول معمول به المفروض يكون على قبل من قبل يعني على كل المنتخبين. وفعلا كابتن يعني فعلا كابتن في ظل يعني هذه الأجواء الاستفسار المهم يعني خلي هالمرة طبعا هنالك الكثير من الجهود غير الإيجابية من الجانب الإيراني، ولكن أين الجهد الإداري العراقي على الأقل في التعامل مع قضية مثل ما تفضلت لاعب منتخب إيران مهدي طارمي الذي التحق تصور بالفريق متأخرا دون الخضوع لبروتوكول كورونا؟ طبعا لازم بهذا الموضوع هنالك التزام بالحجر لمدة 24 ساعة. يعني اعتقد استاذ بلال يعني ما عندهم سلطه يعني الوفد العراقي بصراحه، مو دفاعا عن الوفد العراقي بس هم ما عندهم سلطه على الاتحاد الايراني او الاتحاد الاسيوي. قدموا شكوى بنفس اللحظه يعني مثل ما احنا متواصلين، قدموا شكوى للاتحاد الاسيوي، قدموا شكوى للاتحاد الايراني متواصلين يعني. حتى يعني يمكن احنا سمعنا يعني انه رئيس البعثه سيد فراس بحر العلوم دخل بمشاجره واصله لحد يعني يمكن الاعتداء، وكل هاي الامور ما جابت نتيجه، لانه انت يعني الشغله مثل ما تفضلت انت شغله مبيته مسبقا. لذلك الوفد العراقي يعني انه يتخذ الاجراءات الرسميه والقانونيه، غير هذا الاجراء ما عنده سلطه. هو سلك هذا الطريق اعتقد مدير الاعلام بالمنتخب الوطني يمكن كان متواصل وكان يوصل رسائل للجمهور وللاعلام ومتواصل للرجل لحظه بلحظه، والاخبار المنتخب كلها واضحه كانت، بس ما عندهم في السلطه على الاتحاد الايراني استاذ بلال. طيب كابتن خلينا يعني نتحدث عن الجوانب الفنية. هل تجد أن المنتخب كان مستعدا فنيا ونفسيا للمباراة؟ أعتقد يعني في ظل يعني القرارات الأخيرة والتخبطات وعدم الاستقرار، وانت أكدت نقطة مهمة جدا. نعم. اليوم سيد بلال أنه الجانب النفسي أهم من الجانب الخطط والفني. لذلك اليوم الأندية الكبرى بأوروبا والمنتخبات الكبرى بأوروبا تعطي أولوية كبيرة للجانب النفسي، أهم من الجانب الخططي، أهم من الجانب، لأنه أنت اللاعب إذا يكون متهيئ نفسيا راح يكون تركيزه عالي، الجانب الحضور الجانب الذهني عنده عالي، وبالتالي راح يقدم مباراة. إحنا للأسف يعني للأسف كل إحنا نتحمل يعني كشارع رياضي كجمهور كإعلام سلطنا ضغط كبير على لاعبين المنتخب الوطني، ولا حد يقول لي هذا لاعب منتخب وطني لازم يلعب تحت الضغوطات ولازم يا اخي احنا مو ضغوطات، هذا وصلنا للاسف لحد التسقيط.
يعني مو وهذا مو حب منتخبنا يعني. وتعرف لدوافع شخصيه يعني احنا وصلنا التسقيط من اجل دوافع شخصيه مو حب المنتخب. وبالتالي اليوم يا سعد بلال احنا دورنا كمدربين كشارع رياضي كاعلام انه ناكد وندعم الجانب النفسي. انا والله حتى بعد اللقاءات قلت المنتخب الوطني بهاي الفتره محتاج انه لا معد الى طبيب نفسي لانه ياخذ بظل هاي الضغوطات من الصعب على اي لاعب انه اليوم يقدر يلعب. والدليل استاذ بلال انه قسم من اللاعبين الان اعتذروا عن الالتحاق بالمنتخب نتيجه هاي الضغوطات الكبيره. نعم. نتيجة التخب. تعرف انت يعني انه احنا يعني اعطينا هم ايضا يعني بالجانب الاداري اعطينا مجال للناس تحكي استاذ بلال. ماكو منتخب بطني بكاس عالم اربع مباريات وخمس مباريات يستني اكثر من 60 70 لاعب. انا احترمها صراحه اعتبرها جريمه بكره القدم فعلي. يعني انت يعني خلي اضرب لك يعني احنا شلون الكيه المنتخب العراقي صار مثل الكيه من يجي يصعد فيه وهاي كارثه. هذا منتخب العراق صار بلال لازم يكون يعني الاختيارات تكون دقيقه. المنتخب هو من اسمه منتخب تنتخب اللاعبين البارزين سواء بالدوري المحلي او الدوريات الاخرى. جانب الاستقرار مهم هم الكابتن جانب الاستقرار ما ماكو استقرار استاذ بلال. هو هذا احد العوامل الرئيسيه الضغط النفسي عدم وجود الاستقرار لا استقرار فني للمدربين. نعم ولا مستوى اللاعبين لا استقرار فني للاعبين لا استقرار فني للجانب الاداري. احنا غيرنا طبيب غيرنا مدير فريق غيرنا اعلام غيرنا يعني بالمنتخب الوطني غيرنا مدربين غيرنا مساعدين وين تصفيات كاس العالم. وهي اعتقد كارثه حقيقيه استاذ بلال. يمكن ضربنا الرقم القياسي كابتن يعني أكيد أكيد باستقطاب اللاعبين وتغيير مدربين يمكن احنا الوحيدين بالعالم سببها العفو استاذ بلال كلها سببها ضغط الشارع. اي نعم زين كابتن عادل تفاصيل المباراه يعني اسفرت عن بدايه مقنعه نوعا ما للاعبينا لكن يعني سرعان ما تراجع المنتخب ومنح المبادره للمنتخب الايراني. يعني ما هو المبرر لذلك او لهذا التراجع؟ تمام اتفق وياك. كنا ال 20 25 دقيقه الاولى قدمنا مستوى جيد كنا نلعب بالند للمنتخب الايراني. نعم. لكن للاسف بعد ال 25 دقيقه هي المفروض احنا تكون يعني دائما احنا اي مباراه تعرف انه الرهبه تكون بالبدايه. احنا دخلنا البدايه بشكل مميز يعني وكان اعتقد اعداد المنتخب لهذه المباراه بشكل مميز. لكن اللي حدث انه للاسف تراجع كبير بمستوى المنتخب. يمكن المنتخب الايراني ما كان يعني انه يتوقع المنتخب العراقي راح يظهر بهاي الصوره. كان بالبدايه المنتخب الايراني نوعا ما ظهر بشكل حقيقي لكن بعد الدقيقه 25 و20 دخل المباراة بقوة المنتخب الإيراني وفرض أسلوبه بصراحة. والدليل أنه حصل على عدد من الفرص يعني وكان ممكن يسجل بأي لحظة وبسهولة. لكن يمكن كان اللاعب المميز أعتقد فهد طالب اللي أنقذ يعني منتخبنا من أهداف محققة. وتعرف أنا يعني حتى أشكل هنا بنقطة معينة أستاذ بلال وهي أنه إحنا نعرف المنتخب نتاج دوري جيد وهذا بالتبقيل كله احنا عليه. يمكن اي شخص من الشارع اليوم يتكلم هذا الكلام. نعم احنا نعرف فريق القوه الجويه الفتره الاخيره يعني ما عنده استقرار وهو هذا الموسم ما عنده استقرار تعرض لهزات عديده فريق القوه الجويه يتكلم بالتحديد. خلال المباريات الاخيره يمكن خسر خمس مباريات متتاليه وكانت اخطاء دفاعيه قاتله. زين يعني مباراة حاسمة ومفصلية ومع منتخب واحد من أهم منتخبات آسيا ومتلك لاعبين على مستوى عالي محترفين بدوريات أوروبية خط الدفاع لو تنظر له نفس اللاعبين اللي هم بالدوري أحمد إبراهيم وميثم جبار وعسر رائد هم بالقوة الجوية يعني ما كانوا ما ظهروا بمستواهم الحقيقة عندهم أعلى من هذا المستوى. بس تعرف ظروف ضغوطات مرات اللاعب يبتعد عن مستوى نتيجة ظروف معينة. أنا نفس اللاعبين أجيبهم بالمنتخب بمباراة مفصلية نفسهم يلعبون يعني أعتقد هذا خطأ كبير وقع به المدرب. هذا بالجانب الفني هذا خطأ كبير يتحمله بشكل كبير الملاك الفني المسؤول عن المنتخب. كابتن برأيك متى يتم المعالجة هاي الأخطاء اللي ذكرتها؟
المعالجة بتصفيات كأس العالم صعب جدا لأنه الوقت ضيق. طيب. أنت اليوم بعمل أي مدرب بعمل أي منتخب هو عامل الوقت. طيب. لأن عامل الوقت يعطيك أنه الاستقرار حتى اللاعب يعرف أنت شتري من عدة تعرف هناك يعني كل مدرب عنده فلسفة معينة، كل مدرب عنده تكتيك معين، هذا الفلسفة المعينة يحتاجها حتى يصير فهم تكتيك واضح، من فهم تكتيك مفهوم للتكتيك الواضح للمدرب اللي وضع المدرب يحتاج الى وقت. طيب. وبالتالي احنا الان بكاس العالم بنجرب ونغير وكل مباراه احنا مغيرين 6-7 لاعبين، اعتقد ما راح يكون استقرار. لذلك احنا استاذ بلال انه احنا يعني لازم ما يخالف، احنا هسه نقول خلينا نتمسك بالامل لاخر لحظه لان هذا منتخبنا. نعم. حتى نحفظ هيبه المنتخب الوطني، نتمسك عندنا 3 مباريات ما يخالف، ندعم المنتخب نوقف خلفهم، لكن يجب ان نستفاد من الاخطاء. يمكن احنا كمدربين كاعلام كشارع رياضي، هذا البلد بي ناس بي 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 ناس يعني عندها خبرات عندها قدرات عندها طاقات يعني تقدم الحلول. لازم نسمع، لازم الكل استاذ بلال نعمل بحلقه واحده من اجل منتخب العراق. احنا للاسف هاي التناحرات والتسقيطات يعني التسقيط للاشخاص وللمنتخب كلها قاعد تنعكس على المنتخب الوطني. نقلل من كبريائنا من من الغطرسه من من من, من طبعا هاي الاسلوب العدائي اللي صار بيناتنا، يعني شويه لازم نقلل حتى من ينظر ويتطلع للامام عليه ان يتنازل من اجل العراق وسمعه كره العراقيه. كابتن، بالعوده الى مباراتنا امام ايران، لاحظنا هنالك الاخطاء الفرديه قد تكررت، وحتى وجهه نظري المتواضعه منذ فترة ليست بالقريبة كابتن، لاحظنا بأننا نعاني يعني من التحضير من البناء، نعاني من عملية يعني التحضير الجيد، إضافة إلى خلل في عملية الإسناد من الخلف. بالتالي أنت مدرب وتعرف نفتقد إلى الزيادة العددية للأمام، وهذا يجعل يعني ضعف واضح بالهجمة والانتشار. لذلك كانت النهايات متلكئة وقليلة جدا. كيف توضح لنا هذه الحالة؟ اتفق وياك 100%، لكن هذا الشيء استاذ بلال مو يعني وليد هاي التصفيات. نعم. هاي مشكلة الكرة العراقية بالسنوات الأخيرة، انه احنا تعرف عندنا ما عندنا لاعبين عندهم قدرة يلعبون تحت الضغط، ما عندنا قدرة على عملية البناء من الخلف. هاي كلها نتيجتها يعني واضحة، والنادي بيها صار سنوات، وأي إنسان مبتدئ نادي بيها مشكلتنا يعني الكل يشترك بيها. هاي النقطة الفنية الحقيقية اللي تعاني منها الكرة العراقية الكل مشترك بيها، مشترك بيها المدربين، المدربين إحنا اللي أتكلم وياه كان واحد من عندهم، مشتركين بيها الأندية، مشتركين بيها الإدارات، لأن إحنا ساب بلال تأسيسنا خاطئ. المنتخب الوطني يقدم اللاعب مو يطور اللاعب، لازم يجي لاعب من منتخب مؤسس تأسيس حقيقي من النادي. احنا مشكلتنا الحقيقية وبصراحة اتكلم هي ادارات الاندية اللي احنا الان هذا اللي تكلمت فيه ساب بلال يحتاج الى صناعة كرة قدم حقيقية. الصناعة تبدي مع مراحل الاشبال والناشئين، واحنا هذا النادي صار بيش قد زين. احنا حتى هذا الاتحاد هسه حاليا الاتحاد جديد، هسه الناس اذا يبدون يخططون يقولون نشتغل لل 2030 ولل 2026 تنقلب الدنيا. اي مو يا اخي، لازم اكو صبر، غير اكو لازم اكو تخطيط، لازم اكو بناء استراتيجيه، غير عندنا مشكله حتى نعالجها. المشكله اللي تصير عندنا بالمباريات بداخل الملعب علاجها شلون يصير؟ علاجها مو اني، هذا علاجه يحتاج الى تخطيط استاذ بلال. احنا لازم ندعم كل، احنا نتعاون من اجل تاسيس حقيقي لصناعه كره قدم حقيقيه. مخطئ اليوم اللي يقول المشكلة بلاعبين الحاليين أنا ما أتفق، ومخطئ اللي يقول المشكلة المشكلة بعمل المنظومة الرياضية بالعراق بأكملها. إحنا لو نريد صناعة كرة قدم حقيقية ونأسس بشكل حقيقي، لو راح يبقى هذا التسقيط ويبقى هذا المنتخب، إحنا خل نبدي صناعة كرة قدم حقيقية، وبعد 4 سنوات راح نجني الثمار. بعد 6 سنوات لازم يكون صبر، لأن إحنا استاذ بلال إيش قد تغيروا لاعبين هسه؟ إيش قد تغيروا مدربين؟ تعالجت المشكلة؟ بس أسأل هذا السؤال، المشكلة تعالجت؟ بقت المشكلة هي نفسها، نفسها. لذلك لازم يكون أكو صبر أستاذ بلال
على الاتحاد خلي يعملون وخليكم على عملهم بعد سنوات، لأنه إحنا بكرة القدم الوقت عامل مهم في تطوير كرة القدم وتطوير المدرب وتطوير اللاعب. إذن أنت مع الاستراتيجية، مع الرؤية المستقبلية لبناء جيل، لبناء فكر جديد، بناء يعني منظومة فنية تخدم مستقبلا، يعني أنت مع هذا المنهاج؟ أكيد أستاذ بلال، أكيد، لأنه إحنا لازم نبدأ نخطط، لازم نشتغل صح. إحنا كابتن هذا التخطيط إيش قد يطول حسب يعني مثلا 5 سنوات 10 سنوات لو ما له قياس زمني؟ التأسيس مو أقل من 5 سنوات، يعني أقل شيء 5 سنوات يلا نبدي تشوف عندنا كرة قدم حقيقية، أقل شيء. ولازم هذا أنتوا دوركم اليوم كإعلام بتوعية الشارع، وإحنا كمدربين لازم هذا دورنا بشكل كبير، لأنه أنا ما يصير. إحنا شوف أستاذ بلال، إحنا مسبقاً هسه خلينا نتكلم صراحة، يعني الآن حالياً الفوارق واضحة بيننا وبين المنتخب، الفوارق الفنية، جودة اللاعبين، الكواليتي، يعني جودة عالية في المنتخب. واحنا كانوا احنا وامين ان شاء الله، وامين احنا راح نروح لايران وراح نفوز. هذا مو واقع. واحنا هذا النوم الناس يجي بهالطريقه هاي، وندري راح يخسر المنتخب. حتى من يخسر المنتخب سقط اشخاص، لانه حتى لحسابات شخصيه، لمصالح شخصيه ضيقه، مو لحب البلد، مو لحب المنتخب، والله العظيم لمصالح شخصيه ضيقه، تسقيط المنتخب وتسقيط يعني شلون اقول لك، يعني دائما اتكلم عن سيد ميثم الحسني انه حبوا احكي وكرهوا احكي. احنا صاير يعني بهالطريقه هاي بالضبط. طيب كابتن، يعني اليوم اريد استغل وجودك، يعني اسمح لي، كونك مدرب ولك رؤيه فنيه يعني مختصه، بصراحه اريد من عندك ما هو تقييمك الشخصي لعمل المدرب بيتروفيتش؟ هل وجدت ان هنالك يعني تطورا بالاداء؟ هل يصلح للبقاء مع الفريق وأنت تتكلم على الاستراتيجية وعلى الرؤية المستقبلية؟ والله سعد بلال أتكلم لك بصراحة، بضوء ما شفته يعني من المدرب بيتروفيتش، يعني أنا وجهة نظر شخصية هاي، ما شفت الإضافة الحقيقية، رغم أنه أنا قلت عامل الوقت، لأنه هو الرجل هسه أخذ وقت، لكن هناك تخبط كبير بعمله، من خلال عملية استدعاء اللاعبين، من خلال عملية طريقة اللعب. أنا شفت حالات يعني بكأس العرب، شخصت حالات فنية يعني ما تصير مع منتخب وطني، يعني أخطاء فنية بداخل الملعب شفتها، أخطاء بصراحة كارثية ما تليق باسم منتخب، حتى على مستوى الخيارات، على مستوى التكتيك، على مستوى التنظيم الدفاعي للمنتخب، التنظيم الدفاعي بصورة عامة للمنتخب الوطني غير جيد، على مستوى بناء اللعب، على يعني كثير. فأني بصراحة بجانب فني ما أعتقد بيتروفيتش هو اللي راح يطور الكرة العراقية وهو المنقذ. إحنا إذا نريد نصحح نتعاقد من الآن، يعني بعد هاي الثلاث مباريات مع مدرب على مستوى عالي، نعطي حرية العالم، نرسم استراتيجية واضحة، واتمنى يعني نتعاقد، يعني انه تكون استراتيجيه مع منتخب الاشبال والناشئين والشباب والاولمبي والوطني، كلها يعني صب بخدمه المنتخب الوطني، وبالتالي غير هذا الشيء ساب بلال ما يخدمنا. واني يعني بصراحه كوجهه نظر فني، وهذا رايي الشخصي، يجوز اكون مخطئ، اني لست مع بقاء بيتروفيتش مدرب للمنتخب الوطني، بس مو يعني بخلال هذه المباريات، لا، بعد ما نكمل هذه المباريات. طب كابتن عادل، قبل قليل يعني انطيتنا فد رؤية إدارية، وقبل لحظات قلت لنا يعني يجب أن يعني نستقطب مدربين أجانب للمرحلة المقبلة. هل تعتقد أن هاي يعني كافي، أم أنت تجد هنالك نواحي فنية يجب أن نصل إليها، هنالك حلول ملائمة للتعامل مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة؟ يعني أريد الجزئية الفنية البحتة، طالما تحدثنا عن الأمور الإدارية، الجزئية الفنية ماذا يحتاج المنتخب للمستقبل؟ للمستقبل أكيد يعني نحتاج، إحنا يعني هو نحتاج البناء الحقيقي. عندنا مواهب، لكن هاي المواهب يجب أن يتم تطويرها يتم من خلال أولاً الاستقرار الفني للمدرب، رقم واحد، من خلال
مباريات تجريبية على مستوى عالي. الاستقرار الفني للاعبين، يعني مو أني كل شهرين كل ثلاثة أغير 30-40 لاعب وتكون عندي رؤية جديدة. النقطة الأهم إدارات الأندية عليها أن تطور أنديتها. سعد بلال، الدوري هو منظومة المنتخب الناجح، يعني الدوري الحقيقي هو اللي يصب بمصلحة المنتخب. علينا أنه بتطوير دورينا. النقطة الأهم اليوم أنا كمدرب عامل بالدوري العراقي، يعني من عملت لحد الآن ما طورني الاتحاد، ما قدم لي فشي. يعني احنا تطويرنا يكون ذاتي. تطوير ذاتي. احنا نبحث، يجب ان تطوير مدربين. يعني احنا اليوم مثلا انا ما اتكلم على هذا الاتحاد الحالي لان صار فتره قصيره، حتى على الاتحادات السابقه على تطويرها. يعني مثلا تعاقدنا ويا المدير الفني جون ويتر الانجليزي، ما صارت فد ورشه عمل. احنا قدمنا فد مدرب، اليوم عنده مدرب عنده رؤيه معينه، جاي من مدرسه كرويه متطوره، ما سوينا فد ورشه عمل للمدربين ونطلع يعني نتائج ايجابيه تخدم كرتنا تخدم انديتنا حتى نطور. هاي النقاط يعني كلها يعني اللي نتكلم بيها، يا ريت يعني يسمع بيها الاتحاد وعنده هو رؤيه اكيد ويشتغل. طيب. كابتن علي، سعيد جدا بتواجدك معي وسعيد بهذا الوصف الرائع من حضرتك، واتذكر يعني لحظات ملعب الشعب ونفس اسلوبك وذوقك واخلاقك، وهي جزئيه مهمه للرياضي العراقي وللمدرب. وانا سعيد اكثر عندما اسمع اخبارك الفنيه التدريبيه وانت مجتهد وتواصل العمل بشكل شخصي للوصول الى طبعا ابعد مدايات على المستوى التدريبي، وهذا يسعدني جدا. أشكرك شكر الجزيل، وأريد منك كلمة أخيرة. قبل ذلك، هل المنتخب ما زال يملك الحظوظ بالمنافسة على البطاقة الثالثة؟ أولا أستاذ بلال، أنحني احتراما وتواضعا أمام كلماتك الراقية. عفوا. إحنا أستاذ بلال لازم إحنا عندنا لازم نكون دائما متفائلين، لازم نعطي الثقة والأمل لمنتخبنا الوطني اللاعبين، لازم ندعمهم، لأن أعتقد الضغط المسلط على اللاعبين كبير جدا. عندنا 3 مباريات، إذا قدرنا إن شاء الله، يعني أنا متفائل رغم أنه مباراة إيران خسرناها، لكن متفائل إن شاء الله 3 مباريات إحنا نكون داعمين، وإن شاء الله إذا حصلنا 9 نقاط أعتقد إحنا مباراة لبنان هي الفاصلة إن شاء الله، راح تكون مفترق طرق بالنسبة لنا. ندعم المنتخب الوطني، وإذا تمكننا إن شاء الله على الأقل لحفظ هيبة الكرة العراقية وحفظ وجه ما الكرة العراقية. أشكرك مرة أخرى كابتن، كان معنا عبر السكايب من العاصمة بغداد المدرب عادل نعمة، شكرا جزيلا لانضمامه إلينا. شكرا جزيلا سعد بلال. مشاهدينا، لكي نصل إلى التفوق لا بد لنا أن نستفاد من أخطاء المرحلة السابقة وما آلت إليه تلك اللحظات السيئة في مسيرة المنتخب. لا بد أن يعي الرياضي والإعلامي وإدارات الأندية بحجم المسؤولية. يجب أن يعي الجميع لا سيما المعنيين على إدارة شؤون الكرة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويوضحوا صيغة العمل المتبعة والنهج العام الذي سيطبق، وما هي الآلية والاستراتيجية التي ستتبع مع مسيرة المنتخب. وليس عيبا ولا خطأ أن نبحث ونستشير من أجل تصحيح الخلل، إن كان فنيا أو إداريا أو على مستوى اختيار العناصر إلى آخره. أخيرا، لا بد أن نصفي النفوس ونتنازل قليلا عن الكبرياء من أجل العراق ونتائج وسمعة الكرة العراقية. على الموعد ألقاكم بإذن الله. هذه تحياتي أنا بلال بدع، مع السلامة.